ثم بعد ذلك النعمة السابعة من هذه النعم أن يوفق الله الإنسان للمزيد، فكل حسنة تدعو إلى حسنة، كما أن السيئات تدعو إلى السيئات. فمن عمل حسنة ابتغاء مرضاة الله إيمانا واحتسابا وفقه الله لما هو أكبر منها، فلا يزال يترقى في الأعمال الصالحة ويتقرب بذلك إلى الله حتى يبلغ مقام المحبة، وهو مقام إذا بلغه العبد أحبه الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لن تكون أعماله إلا صالحة، لأنه لا يمكن أن يخذله ولا أن يكله إلى حوله وقوته ولا أن يكله إلى شيطانه، فالله يوفق من أحبه للطاعات. ولذلك صح في الحديث القدسي الصحيح أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا المقام إذا وصل إليه العبد بالمبالغة في القصد وجه الله الكريم، وتطهير نفسه من الشرك كله ومن الأدران كلها، فإنه يكون قد تجاوز القنطرة ووصل إلى بر الأمان، لأنه إذا أحبه الله سبحانه وتعالى لم يضره شيء مما سلف من الأعمال. والعبرة في الأمور كلها بخواتيمها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم أجمعين بخاتمة السعادة، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، ويرزقنا وإياكم القبول.